بسم الله الرحمن الرحيم. يدر أوسيت رئيس المجلس الإقليمي لشتوكاي تباها، كما عينتم معنا اليوم، يعني انعقدت دورة استثنائية في القاعة الكبرى للعمالة للمصادقة أو للمصادقة على هو النقطة اللي هي التي تهم برنامج أورش، التي تأتي تفعيلا للبرنامج الحكومي لإحداث 250 ألف منصب شغل. ولاحظتم كذلك يعني التوضيحات التي قدمها السادة مدراء المصالح المعنية اللي هي لانابيك لاسينيسيس والمدير الإقليمي للتشغيل مشكورين، الذين أسهبوا في شرح مضامين هذه الاتفاقية التي ستوقع بين المجلس الإقليمي لشتوكاي تباها ووزارة الإدماج الاقتصادي، وسنعمل إن شاء الله على توضيحات أكثر، لأننا ملزمين بعقد لقاءات تشاورية مع أو توضيحات مع الجمعيات والتعاونيات التي يهمها هذا الورش الحكومي الكبير، وأملنا كبير كذلك في تعاون المجتمع المدني مع هذه البادرة التي لا شك أنها ستحقق أهدافها التي أحدثت من أجلها. وقبل ما تم هذا الشهر إن شاء الله سنعمل على عقد دورة استثنائية كذلك لتوقيع اتفاقيات مع الجمعيات والتعاونيات المنتقات في هذا البرنامج، الذي نأمل كذلك أن تقدم جمعيات المجتمع المدني وكذلك تعاونيات مشاريع واقعية وقابلة للتطبيق، لأن هذا الورش كما تعلمون يعني هذا برنامج أورش فهو يخص فقط اليد العاملة، وتتكفل لاسينيسيس بأداء تعويضات العائلية وكذلك التغطية الصحية وكذلك أجور هاد المستخدمين الذي سيتم تشغيله من طرف التعاونيات والجمعيات. إضافة إلى هذه النقطة الأولى في جدول الأعمال، أهم كذلك ويحتوي كذلك جدول الأعمال على اتفاقيات مهمة تهم إنجاز مسالك طرقية بكل من جامعة سيدي عبد الله البوشواري وأيت مزار وكذلك ترقوى أنتوشكا، وكذلك هناك اتفاقية أخرى تهم اتفاقية مع جمعية تمجلوش لتسيير حافلة للنقد المدرسي التي تم اقتناؤها بشراكة مع لونزوا. وهمت كذلك هذا جدول الأعمال كذلك يحتوي على اتفاقية أو تعديل أو ملحق اتفاقية بين المجلس الإقليمي لشتوكاي تباها وبلدية أيت بها من أجل إنجاز ملعب للقرب من فئة F. وكما لاحظتم كذلك أن بناء على الاستقالة التي قدم بها نائب الكاتب تم انتخاب كذلك الأخت يمنى بوقدور كنائبة للكاتب، وأغتنم كذلك هذه الفرصة لأشكركم على اهتمامكم بأشغال هذه الدورة وكل ما يقع بالإقليم، وشكرا لكم جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. غسد نزرية الدورة المجلس الإقليمي ليخ نزرية تسعة النقاط ولا عشرة النقاط اللي خلال النقاش السادة المندوبين والسادة الأعضاء ناقشن كله الأهمية النقاط اللي لانين صدق في لسنة المجلس بالإجماع بالنسبة على حسب الأهمية اللي لنخدر المشاريع اللي كله اللي في كل صوت نغصد بالإجماع ننتخب المجلس النائبات الكاتبة المجلس للظروف السيد اللي تنكان إيجا كنائب كاتب يقدم لي استقالة نسخة المهمين غير كذا يقع إلا نغصد المجلس الإقليمي. نتمنى ان شاء الله التوفيق للمزيد للمجلس ولا المصالح المنطقه الاقليم بالنسبه للساحل ولا المنطقه الجبليه والمناطق كل شيء المغرب ان شاء الله. نتمنى التوفيق والنجاح. السلام عليكم.
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.